هتقول لماذا كانت لذة الخطية سهلة بينما لذة الحياة الروحية صعبة وتتطلب جهاد؟ أين التوازن؟ الخطية ليست لها لذة في ذاته، إنما اللذة في نفسية الإنسان بالنسبة للخطية. يعني هو لأنه خاطي بيشعر في الخطية لذة، لكن الشخص البار لا يشعر أن في الخطية لذة، بل جايز يشمئز منه. فاللذة ليست في ذات الخطية، إنما في نفسية الخاطي. ولذة الحياة الروحية صعبة، والحياة الروحية برضو نفس الوضع. بيشعر البار ان لها لذة لان هو شاعر بكده، والخاطئ لا يجد فيها لذة. فالمسائل دي مسائل نسبية.